السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال كده سريع على موضوع الماس. خلينا اجي هنا واقول له جو تو فلور بلان واروح للماس اند سايت واختار امبلس ماس. بيقول هتسميه ايه؟ ماس 1. طيب ممكن مثلا نبدأ بأبسط حاجة، ان انا هرسم حاجة زي مستطيل كده سريع. طيب بعد ما رسمت المستطيل دوت اقدر اقول له كرييت فورم سوليد او فويد. سوليد 3 دي بتاعك، الفويد هتعمل تجويف او فتحه داخل الشكل اللي كان موجود قبل كده. فانا قلت له انا عايز اعمله سوليد. تعال نبص عليه في 3 دي. طيب لو علمت على الجزء اللي فوق انا كده بتعامل مع فورم او مع السطح. ممكن تقول له انا عايز اعمل موف، ممكن تقول له انا عايز اعمل روتيت. ممكن تقول له انا عايز اعمل سكيل. طيب خلينا نعمل سكيل وتختار بقى السكيل اللي انت عايزه. ممكن تقول له ايديت بروفايل وتعدل. انا هقول له مثلا عايز مثلا 0.8 واختار نقطة معينة، فيبدأ ان هو يصغر لي الشكل بتاعي. وممكن تختار الجهة دي وتبدأ ان انت تتحرك فيها. ممكن تعملها سكيل، ممكن تعملها روتيت زي ما انت عايز، موف. ممكن ما تختارش الواجهة، ممكن تختار لاين معين زي اللاين ده مثلا وتبدأ ان انت تتحركه الناحية دي، تتحركه الناحية دي براحتك خالص. ممكن تختار نقطة، يعني في نقطة هنا، وتبدأ ان انت تحركها بالشكل دوت او تطلع بيها شوية. تمام، والنقطة دي برضه تطلع بيها شوية. وسبت الاتنين دول من غير اي تعديل خالص. طيب انا عايز اضيف ايدج معين، فانا ممكن اعمل سيلكت على الجزء ده واقول له ان انا عايز اضيف ايدج معين فيه اهو، ايدج او بروفايل. البروفايل مثلا هيبقى كده، طبعا هيبقى الشكل كله. بعد كده تقدر تعمل سيلكت على لاين واحد فيهم وتعدل فيه. ساعتها بدأ يجيبها لي على شكل قوس. تقدر تضيف ايدج معين بالشكل ده، وساعتها تعمل سيلكت للجزء معين دوت. انت كده قسمت ده عن ده وتبدأ تعدل فيه. فزي ما انت شايف يعني سهل جدا ان انت تعدل في قلب الريفت عكس المشهور عنه. وطبعا في امكانيات كتير جدا، احنا بس ايه نظرة سريعة. طيب لو انت عايز تشوف الحاجة بشكل افضل، فانت ممكن تعمل سيلكت كده لكل حاجة وتقول له انا عايز اشوفه كاكس راي، عايز تشوف ايه اهم النقط اللي انت ممكن تتحرك فيها. ممكن حتى تتحرك في النقطة من النقط الاساسية ديت، الشكل كله يتحرك معاك، او تحرك من نقطة من النقط ديت والنقطة دي، او تحرك من الخط نفسه براحتك خالص زي ما انت عايز. طيب ممكن ابدأ بعمل سيلكت لكله او لجهة معينة وتقول له ديفايد سيرفيس. ديفايد سيرفيس يعني ايه؟ يعني انا عايز اقسمها، هوريها لك دلوقتي. طبعا تقدر تقول له ايديت بروفايل وتعدل الشكل في 2D، مفيش مشكله خالص. هنا اعمل لي زي شكل متكرر باترن. تمام، هنا الاصل ان هي نو باترن، اقدر اختار اي باترن، اقدر اعمل انا نفسي باترن معين، اقدر اتحكم في المقاس بتاع الباترن من هنا. تمام، تقدر تحط شكل معين وهو يبدا ان هو يكرره لك. خلينا نعمل سيلكت كده، نلغي الاكس راي، يرجع الشكل الاصله، فتبقى شايف الباترن بشكل دوت. الباترن ده زي ما قلت لك ممكن نعمل فاميلي معينه وتتكرر مع كل باترن مع التقاء زي ما احنا عايزين. طيب بعد ما خلصنا الفينش ماس ممكن اعمل سيلكت كده على شكل كله
واقول له ماس فلور، ده بتعمل دراسه اساسا ابقى عارف كل فلور ممكن يتعمل بعد كده هتبقى مساحته كام، يعني في الليفل متى ما هيبقى الليفل كام وهكذا. فلو عملت سيلكت كده هيبدا يديني معلومات عن الماس فلور، لكن لسه ما عملش هو ماس فلور. اجي هنا بقى اقول له انا عايز وول باي فيس، مجرد ان انا هعمل سيلكت هيبدا يعمل لي هنا حيطه وهنا حيطه وهكذا. الجزء اللي فوق طبعا مش هينفع يتعمل حيطه، يتعمل ايه فلور مثلا او اوكي. تعال نيجي هنا هتجرب فلور او روف، روف باي فيس، اقول له كريت فلور، يبدا يعمل. فهتلاقي الشكل بتاعك بدا يبقى اتعمل مش مجرد ماس او مجرد هيكل خاص، لا اتعمل بالعناصر بتاعته. وبعد كده تبدا بقى تدخل على اناليسز عشان تعمل تحليل الخاص بيه الانرجي عشان تتاكد ان المبنى ده اكثر استدامه. ممكن تعمل اكتر من شكل وتشوف الفرق بينهم وتشوف انهي الانسب للمشروع بتاعك.